صباح الهنا والخير وكل حاجة حلوة يا رب، ومنتصف الأسبوع وعشرة الصبح في الأهلي. والنهاردة عندنا كلام أكيد كتير، وهنتكلم كمان عن يعني الحفل امبارح والكرة الذهبية، وإحنا كنا متوقعين كريم بنزيما وقد كانت، لكن في طبعا تفاصيل كتيرة جدا حابين إن إحنا نتكلم فيها مع حضراتكم. بس في البداية صباح الفل يا كيمو. صباح الفل عليك يا هوندو، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم جميعا. وبداية حلقة جديدة من عشرة الصبح في الأهلي، أكيد طبعا هنتكلم عن حفلة الأمس، وخصوصا إن فيها شوية تفاصيل كده تستحق ان احنا نقف عندها ونتأملها، لان هي غريبة حبتين. هنتكلم مع حضراتكم في سياق حلقتنا اكيد. وطبعا كالعادة الساعة الثانية بيكون معانا فيها فقرتين حواريتين. الفقرة الاولى النهاردة هينورنا فيها استاذ ابراهيم حافظ، وهو لاعب بارا ترايثلون، يعني فئة المكفوفين. اكيد هنسعد بوجوده معانا عشان ال طبيعة الشخص ده وطبيعة الفئة دي من المجتمع، الفئة المحترمة دي من المجتمع، هم ناس ملهمين وأبطال، فخلونا نتعلم منهم. صحيح. يعني الحاجات الكتير اللي أكيد هنحاول نلقي عليها الضوء من خلال لقائنا في فقرتنا الحوارية الأولى. والفقرة الثانية هيكون منورنا فيها الأستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي، وحوار مطول بقى عن الأهلي والمنتخب واللي جاي ومحليا وإفريقيا وإلى آخر. أنت عارف البارا ترايثلون للناس اللي مش عارفة، هي بتبقى ثلاث رياضات مع بعض. ده الترايثلون العادي، البارا ترايثلون ده بيكون للي هم اصحاب يعني القدرات الخاصه، طبعا منهم هنا بنتكلم برضو المكفوفين، هذه الفئه يعني منضمه. فانت متخيل ان انت بتمارس ثلاث رياضات وانت يعني من فئه، يعني برضو الموضوع عليها صعب، يعني في تشالنج اكبر، في تحدي اكبر. فحاجه لما تيجي كده تسمع غير لما تشوفها. ان شاء الله في الفقره احنا هنسمع وهنشوف وهنسمع كمان الكواليس والصعوبات، وازاي قدر ان هو بجد ما شاء الله، دي كيسز يتقال عليها بجد ما شاء الله، ازاي قدرت انك تحقق ده، مين ساعدك، طب الاصرار جالك منين، العزيمه جات لك منين، طب وانت حاسس ان انت حياتك انتهت عملت ايه، ازاي شجعت نفسك تقف على رجليك مره تانية. هو ده كمان يعني ده بيكون الغرض كمان بجانب طبعا قصه الملهمه جدا. لا بس احنا عايزين نتعلم، انا دايما بقول لكريم وهو كمان احنا بنتكلم في ده، ان احنا بنتعلم من كيس زي كده او بجد من قصص زي دي. فاتمنى ان حضراتكم برضو تتابعونا، اعتقد هتكون مهمه جدا. النهارده معانا سؤال السوشيال ميديا كمان، وجه رساله للاهلي. طبعا خلاص احنا ان شاء الله الموسم على كل حال ابتدى، ان بكره عندنا اول بقى مباراه للدوري هتبقى مع الاسماعيلي، فوجهه للفريق الاول يعني زي ما انتم عايزين رساله اللي انتم حابين تقولوه قبل بدايه الموسم الجديد. وعايز اقول لحضراتكم احنا لاعبتنا بتتابع، يعني اللعيبه كلهم عاملين فولو لقناه الاهلي، فكل اللي حضراتكم بتكتبوه برضو اللعيبه بتشوفوا بنفسهم، ده غير ان هم اصلا بيتفرجوا برضو معظمهم على يعني البرامج عندنا. فخليني اقول لكم ان اي رساله هتبعتوها فعلا بنسبه 90% ممكن توصل للفريق، ممكن توصل للاعب كمان لو انت عايز توجه رساله للاعب معين. فان شاء الله كده تبقى بدايه موفقه، وبكره هنشوف. طبعا عندنا كلام كتير جدا عن ده، لكن خلينا ننتظر لغايه لما يجي وقتها. ان شاء الله بكره هيبقى معانا فقره كامله اكيد يا كريم أكيد. عن بقى بدايه الموسم وكره القدم والدوري ان شاء الله الحالي، ونشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. بس على كل حال بدايه كانت موفقه في افريقيا، ان شاء الله تقرر مره ثانيه في الدوري المحلي. نروح بقى بعد كده للبالون دور، طبعا احنا اتكلمنا عنها امبارح وزي ما احنا قلنا كريم بنزيما هو اللي فاز طبعا مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي بجائزه البالون دور. ويعني ليه احنا بنقول كده؟ هو كان متوقع، لان تاني ارجع بلغه الارقام، كل الارقام الجماعيه والفرديه كانت لصالحه، كانت اهم عامل مؤثر كمان في فوز ريال بالدوري ودوري الابطال والسوبر. كان يمكن كريم بنزيما قدم كتير جدا، وهو قدم موسم استثنائي بصراحه، وتصدر كمان قائمه الهدافين برصيد 27 هدف في الدوري. وفكره ان هو يفوز بالبالون دور رقم 66 اعتقد هو فوز مستحق جدا وعن جداره يا كريم. صحيح. واللاعب كمان في قصه حلوه وراه، هو كان حريص ان هو كمان يشكر كل المدربين والمسؤولين في ريال مدريد على ثقتهم فيه. هو كان قال ان هو يعني اكتر شخصيه اثرت في مشواره هي كانت والدته وابنه ابراهيم، وكان مشهد اعتقد كان جميل جدا امبارح، ويعني تحس ان في كده قمه في الاصرار والاراده. هو بيقول للبعض يعني كان بيقول لهم يعني الفكره هنا ان صعب ان اي حد، او فكره صعوبه ان هو يحصد جايزه بعد سن ال 30، يعني كان بيقرر او الناس بتقول له كده يا كريم، لكن فكره ان هو يحصل على هذه الجائزه بعد سن ال 30، وفي نفس الوقت هو عبر ان هو كان بقاله سنين عايز يعني يفوز اصلا، وكان ده حلم عنده ان هو يفوز بالبالون دور وقد كان. فده يعلمك برده هنا القصه ان ما فيش حاجه مستحيله طبعا. يعني طول ما انت عندك حلم، قلنا الكلام ده كتير، طول ما في حلم وعندك اصرار واثق في نفسك في الاول وفي الاخر
مش بعيد ابدا ان انت تحقق يعني حلمك. امبارح كمان اللي سلم الجائزه خليني اقول لحضراتكم هو زين الدين زيدان، طبعا النجم العالمي الكبير، هو طبعا فرنسي من اصول جزائريه زي ما حضراتكم عارفين، وكمان هو حصل عليها عام 1988، يعني من 24 سنه تقريبا بعد كل السنين دي، 1998 عفوا، بعد كل السنين دي بتسلم الجائزه برضو الفرنسي لفرنسي اخر برضو من اصول جزائريه، كريم بنزيما. فاعتقد حاجه برضو يعني بص يستحقها، مش هنطلع نقول طبعًا. كلام، لا هو يستحقها بصراحه. اكيد اكيد، وفعلا جائزه عن جداره وعن استحقاق، وخصوصا ان هي جات له بعد صبر اكتر من 13 سنه هو بيلعب مع ريال مدريد. كمان فاز زميله في الفريق كورتوا الحارس البلجيكي بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022، دي كمان جائزة عن جدارة وعن استحقاق، لأن الحقيقة كان ليه دور مهم جدا في صعود ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، بالتحديد في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال. ده طبعا غير المباراة العظيمة اللي لعبها في النهائي أمام ليفربول، واللي الحقيقة تألق فيها جدا، ووصل بالمناسبة عدد تصدياته ل 61 تصدي في دوري أبطال أوروبا، يعني ده فريق لوحده يا حضرات. بس الجائزة اللي فعلا خلتنا نستغرب هي فوز مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادي في العالم مع أنه كسبان بطولة الدوري فقط لا غير. تعالوا نبص بالناحية التانية، في المقابل ريال مدريد كسبان دوري ودوري أبطال وسوبر، شيء عجيب جدا. كمان ليفاندوفسكي خد لقب أفضل مهاجم لأن حصلته مع البايرن الموسم الماضي وصلت ل 52 هدف في كل المسابقات، لعيب استثنائي الحقيقة ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي استثنائي، لكن برضو يعني قدراته مش عارفة، يعني أنا فكرة إن هو راح برشلونة برضو ما كانتش بالنسبة لي الأفضل، ما أعتقدش ده كان المكان الأفضل ليه حاليا. طبعا برشلونة نادي كبير جدا، لكن الصفقة بتاعته إنها تتم في التوقيت اللي برشلونة فيها مشاكل كتيرة جدا وأزمات عديدة ولسه ما رجعش مرة تانية لوضعه الطبيعي أو مكانته، أعتقد برضو خطوة فيها ريسك إلى حد ما بالنسبة لليفاندوفسكي. زي ما أنت قلت اسم كبير وبيلمع، كان في المواسم اللي فاتت بشكل كبير جدا، فإنك تروح بقى نادي دلوقتي عنده أزمات، ربما النادي ده يؤثر عليك بشكل كبير، خصوصا ليفاندوفسكي دلوقتي حتى مع برشلونة ما شفت يعني ايه اللي تقدم قوي. اوكي، يعني هو الثاني دلوقتي في الدوري الفرنسي برشلونه، بس برضه ستيل يعني سوري الاسباني، بس ستيل تفهم قصدي، مش حاسه يعني. على كل حال انت عارفه رايي في الاساطير الكرويه اللي بتسيب اماكنها الاصليه وتروح اماكن ثانيه، بيحصل دايما معاهم كعبله، بس يعني في اوقات بيبقى لازم يا كريم ان انت تروح لنادي تاني والنادي افضل، ما تبقى الصفقات كده، انت ممكن بتبدا مع طبعا نادي مش الافضل ليك، بعد كده بتتالق، وده اللي حصل يمكن مع محمد صلاح، حصل مع نجوم كتيره يعني. بس على كل حال انا عايزه برضو اروح امبارح اللي كان فيه لقطات حلوه، حاجتين كان امبارح كويسين، وهي فكره هنا اول حاجه جايزه افضل لاعبه، وهي طبعا اليكسا بوتايس نجمه برشلونه واللي حصدت جايزه الكره الذهبيه كافضل لاعبه في العالم، بس ده للعام الثاني على التوالي. حاجه كانت لذيذه جدا او يعني الناس علقت عليها، هي فكره ان هم لما جم يعرضوا مشوارها مع كره القدم وتعرضها كمان للاصابه، اتكلموا ازاي قدرت ان هي تتغلب على ده، رغم ان انت بتتكلم يا كريم عندها 26 سنه في الاول في الاخر، بس قدرت برضو باصرار ان هي تحصد الكره الذهبيه مرتين 2021 و2022. الحاجه الثانيه كمان الجائزه المستحدثه، ودي عجبتني قوي بقى، وهي جائزه هنا اسمها جائزه سقراط للاعمال الخيريه والخدمات مجتمعية. فاز بيها ساديو ماني، وهو بسبب ما يقدمه من أعمال مجتمعية لبلده طبعا السنغال. هي الجائزة كده، جائزة سقراط دي معمولة للأعمال الخيرية in general يعني، وفكرة هنا كمان ان انت تربط الشخصيات العامة بخدمة المجتمع، اعتقد ده هيخلي كل النجوم ان هي بتسعى لتقديم الافضل، واعتقد احنا محتاجين اصلا في العالم كله نماذج زي دي او اعمال زي دي، وده برضو اللي بيعمله لو هنتكلم عن ساديو ماني، لان هو يستحقها بصراحه. ساديو ماني بجد هو يعني بيقدم كتير جدا لبلده، ولو هنتكلم هنا عندنا في مصر برضو محمد صلاح بصراحه عمل كتير جدا في فكره مشاريع ويعني حاجات خيريه، هو حتى كريم ما بيحبش يتكلم عنها، فبغض النظر مين اللي يفوز، بس المهم ان ده يتم على الارض، بغض النظر برضو انت بتنتمي لاي دوله، بس لازم يكون في خدمه مجتمعيه من ايكونز زي دول، لان ده بيدي برضو زي ما تقول جود امبريشن، او بيبقى زي يعني انطباع جيد، وفي نفس الوقت بتبقى قدوه ان الباقي يعمل كده. فدي عجبتني جدا. فكره بقى سقراط، مين سقراط؟ معلومه يعني كده بسرعه عن سقراط، ده المفروض اسمه اوليفيرا،
سقراط دو أوليفيرا، ده الجائزة أصلا سميت باسمه. هو أسطورة برازيلية، كان لاعب مميز جدا في السبعينيات وكان طبيب أطفال في نفس الوقت، وكان يعني قضيته طول الوقت أو اللي شاغل باله هي فكرة محاربة العنصرية في كل المجالات، تأييد مبدأ الحريات، مساعدة الآخرين في كافة كمان المجتمعات. عشان كده هم لما اختاروا اسم الجائزة كانوا أو القائمين على الجائزة حبوا إن هم يخلوها باسمه، يعني عشان الخدمات أو التاريخ اللي هو عمله في هذا المجال. وتوفى بالمناسبة عام 2011. يعني اللاعب ده كان يعني بينتمي لجيل يعني يقال عليه الجيل الذهبي لمنتخب البرازيل، كان لاعب رهيب. الناس اللي متابع كرة القدم القديمة حبتين عارفين كويس جدا يعني قيمة هذا الاسم. ولكن في حتة الجايزة اللي حصل عليها ساديو ماني، طب لو بصينا للموضوع من زاوية تانية، ليه ما تكونش مناصفة بينه وبين محمد صلاح؟ محمد صلاح كمان مالي الدنيا أعمال خيرية وأعمال مجتمعية، سواء في نجريك اللي هي مسقط راسه أو براها، وعلى كل الأصعدة حاجات كمان طبية. كل يعني إذا كان هو شخصيا ما بيحبش يتكلم عن الحاجات دي مش هنتكلم إحنا، بس هي كلمة حق لازم تتقال. ما هو كمان حاجة، ما هو الترتيب أصلا غريب برضه، يعني الترتيب برضه غريب. ما هو ساديو ماني سابق محمد صلاح. طيب هي قصة في من ناحية إيه؟ ما هو يجي يقول لك المفروض الاختيار بيتم مش بس الأرقام القياسية اللي محققها اللاعب، لا كمان مفروض البطولات اللي بيحصل عليها في النادي بتاعه. طب ما هو كان مع صلاح اوريدي في النادي، وبلس ان صلاح الارقام القياسيه بتاعته اعلى، فستيل احنا مش فاهمين شويه. ده اللي انا كنت لسه عايز اقوله يعني للناس، دي فيها كويستشن مارك بصراحه كبيره. بس يعني اوكي غريبه يعني غريبه فعلا. يعني بصي انا هقعد اتكلم مع حضراتكم في فعلا لما نيجي نبص الترتيب النهائي هتلاقي ان ساديو ماني في الترتيب الثاني، في حين ان جه ابننا محمد صلاح في الترتيب الخامس كافضل خمسه لاعبين على مستوى العالم. ويعني من زاويه لطيف ان محمد صلاح طبعا محافظ على مستواه وبيحافظ دايما على تواجده ضمن المجموعه الاهم من لاعبي العالم في كره القدم. وبالمناسبه هو كان السنه اللي فاتت في المركز السابع، ففي تقدم مركزين السنه دي. لكن برضو نرجع ونقول يعني لما نبص للانجازات اللي حققها محمد صلاح بالمقارنه بانجازات ساديو ماني على الصعيد الفردي، يعني محمد صلاح افضل هداف وافضل اسيست ومجموعه كبيره جدا من الجوائز المختلفه اللي حصل عليها من انجلترا، سواء من الرابطه او من الاستفتاءات الجماهيريه اللي كل شويه بتتعمل. ارقامه اللي بيحطمها كل يوم والتاني ارقام قياسيه واعلى بكتير من الارقام اللي حققها او اللي حطمها حتى ساديو ماني زميله في نفس الفريق طبعا قبل ان ينتقل الى بايرن ميونخ. فغريبه جدا ان ماني يكون في المركز الثاني وصلاح في المركز الخامس، شيء عجيب. يعني على كل الأحوال برضو نرجع ونقول شيء مشرف إن محمد صلاح الخامس عالميا في أقوى استفتاء كروي على مستوى العالم، شيء عظيم. ونتمنى إن هو كمان إن شاء الله في النسخ القادمة يتقدم في المراكز لغاية لما يبقى هو صاحب المركز الأول. بص هقول لك على حاجة، أنا يعني من الناس شوية اللي بحب الموضوع يبقى فيه عدل، يعني أنا بحب العدل بصراحة. لو إحنا هنتكلم طبعا صلاح دلوقتي يا كريم عالي مركزين وتشيز أكيد كلنا سعداء بده، بس برضو لما أجي أتكلم برضو وليس دفاعا، أنت بتتكلم بلغة المنطق. صلاح لو إحنا هنتكلم بلغة الأرقام والمنطق، لا هو اتظلم، لأن هو أو إحنا مش شايفين معايير. يعني هي المعايير على أي أساس تاني؟ هي الجايزة بالأرقام الفردية ولا الجايزة بالأرقام الجماعية ولا هي بإيه بالظبط؟ ده سؤال. يعني خلينا برضو لو هنتكلم اللي اقول لحضراتكم ترتيب صلاح ونرجع كده بلغه الارقام. في اخر اربع نسخ هو احتل المركز السادس، ده كان 2018، الخامس 2019، والسابع كان 2021. وزي ما حضراتكم عارفين 2020 طبعا اتلغت الجائزه بسبب يعني الكورونا، والسنه دي احتل صلاح المركز الخامس. طيب جاء القائمه كانت ايه برضو حضراتكم؟ من القائمه تقدروا يعني الناس برضو ليها حكم. القائمه جت من الافضل ازاي؟ بنزيما، بعد كده ساديو ماني، بعد كده دي بروين، بعد كده ليفاندوفسكي، وبعد كده محمد صلاح. اسماء كلها كبيره كريم، ولكن أكيد برضو أكيد بلغه الارقام انا ستيل مش عارفه المعيار الاساسي ايه هو. بس يعني بس طالما عندك الاستفسار ده نتوجه بالسؤال ده للاستاذ احمد غنيم، هو موجود معانا دلوقتي على التليفون عشان نعرف منه فعلا هي ايه المقاييس وايه المعايير اللي بناء عليها بيتم الاختيار. استاذ احمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير عليكم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. المعايير ايه يا فندم اللي بناء عليها بنتفاجئ في كل نسخه؟ يمكن المفاجآت بتبقى اكتر في جايزه ذا بيست، لكن في حال جايزه البالون دور يمكن عشان بيتم الاعلان عنها مسبقا بيبقى المفاجآت فيها نسبيا اقل. لكن بشكل عام في النوع ده من الاستفتاءات المقياس بيكون ايه؟
مفيش مقياس محدد عشان اكون صريح واضح مع الساده المشاهدين. هو بتبقى اختيارات صحفيين، ويمكن الاختلاف السنه دي في جائزه البالون دور السنه دي ان الشروط اختلفت، ان كان كل سنه بيتم على اساس التقويم الميلادي يعني من يناير لديسمبر. المره دي نظرا طبعا للانتقادات الشديده اللي تعرض لها تتويج ليونيل ميسي لجائزه العام الماضي 2021، وكان المفروض كان في كلام كتير المفروض ليفاندوفسكي تحديدا هو الاحق بيها، تم تغيير المعايير وانه اصبح التقييم على اساس الموسم فقط من اغسطس الى اواخر مايو او اوائل يونيو. انا استمعت لحديثكم وطبعا في جدل كبير جدا الحقيقه فيما يخص تحديدا يعني احتلال محمد صلاح المركز الخامس، لكن واضح انا زي ما يعني كما ذكرت مفيش معايير واضحه يعني كل صحفي وكل حسب اختياراته، لكن واضح ان تحديدا اختيار ساديو ماني للمركز الثاني اعتقد ان محمد صلاح رغم ان كان بدايته قويه جدا النصف الاول من الموسم الماضي، لكن يجب برضو ان نعترف انه منذ نهائي كاس افريقيا ثم ما تبعه من الاقصاء لمنتخب مصر وعدم التاهل لكاس العالم كان مرتين قدام ساديو ماني ومنتخب السنغال، وللاسف الشديد في المرتين ساديو ماني هو اللي خد اللقطه اللي هو شاد يعني شاط اخر ركله جزاء في نهائي افريقيا واخر ركله جزاء ترجيحيه ايضا في الماتش المؤهل لكاس العالم. ده اعتقد خد بعض الشيء من محمد صلاح، لكن انا اعتقد الحقيقه ان مركز خامس برضه فيه ظلم، انا اتفق معاكم ان فيه ظلم واضح جدا لان انا اعتقد لان كيف بالارقام لا محمد صلاح وكيفن دي بروين محمد صلاح. صحيح ان ليفاندوفسكي اهدافه الموسم الماضي اقترب من حاجه 50 هدف، لكن برضه ما ننساش ان محمد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ خرج من ربع النهائي قدام فريق يعتبر متواضع هو فياريال، في حين ان محمد صلاح قاد ليفربول لنهائي تشامبيونز ليج الى اخر وقت كان بينافس على لقب البريمير ليج، خد لقب الاف اي كاب وخد لقب كاس رابطه الانديه المحترفه، بالاضافه لوصوله ايضا لنهائي كاس افريقيا وجهه نظري في انجاز لم يكن احد يتخيله ان منتخب مصر يكون مرشح لاطلاق البطوله لنهائي كاس افريقيا في ظل المنتخبات الكبيره، ولجب ان نعترف ان في بعض الفوارق في المستوى بين بعض المنتخبات الافريقيه بين منتخب مصر. فانا اعتقد ان هناك صراحه انا شايف ان كان في ظلم في التقييمات من الصحفيين اللي اختاروا للتصويت. انا اعتقد ان محمد صلاح على الاقل كان يبقى مركز ثاني، كان من ضمن افضل ثلاثه على مستوى العالم، لكن مركز خامس انا بالنسبه لي كان مفاجاه كبيره جدا بالامس. طيب خليني اسال حضرتك حاجه طبعا استاذ احمد، بما ان احنا بنتكلم عن الموضوع برضو ما هوش وفقا لمعايير محدده والموضوع متوقف برضو كل سنه على يعني استفتاءات معينه واراء معينه والصحفيين بيبقى ليهم دور والبعض بيشكك اصلا في المصداقيه، يعني كل التكهنات دي، خليني اسال حضرتك حاجه، هي هتفرق في الاخر اصلا بالون دور او ذا بيست او حاجات زي كده في مسيره اي اصلا لاعب؟ يعني هل احنا مفروض نركز قوي كده مين بيفوز او اللعيبه اصلا تتاثر بحاجه زي كده بما ان احنا تاني بنتكلم ان المعايير مش ثابته والموضوع ما هواش فار 100%؟ يعني يجب ان نعترف ان الحاجات دي بيبقى ليها دور، ولكن برضو علينا ان نعترف ويعني محمد صلاح بيلعب في فريق ليفربول، طبعا فريق ليفربول واحد من اكبر الفرق على مستوى العالم، لكن القوه الاعلاميه لريال مدريد بتلعب دور. مدير مجله فرانس فوتبول قبل يومين من الجائزه فقط تحدث مع وكاله الانباء الاسبانيه واعترف ان ريال مدريد بيعمل حملات ضخمه جدا عشان لاعبيه يكونوا مرشحين دايما وعلى منصه التتويج بالبالون دور. برشلونه وريال مدريد هم اكثر فريقين حقق منهم لاعبين جائزه البالون دور. نتكلم ميسي كان 6 مرات مع برشلونه او يعتبر 7 مرات، 7 تقريبا لان حتى المره السابعه كان هو كان يا دوب بقى له شهرين او 3 اشهر فقط مع باريس سان جيرمان، وكان كريستيانو رونالدو 4 مرات من 5 مرات كانوا بقميص ريال مدريد. فاحنا هنا بنتحدث ان في قوه اعلاميه كبيره جدا جدا لريال مدريد وبرشلونه، اعتقد ده بيبقى عامل مهم جدا فيما يخص اختيار الفائزين. في نجوم واساطير يعني كبار جدا لم يحققوا البالون دور، امثال مثلا زلاتان ابراموفيتش، في نجوم كبيره جدا ما حققوش البالون دور، لكن يعني انا في وجهه نظري ان ساديو ماني مركز ثاني يعني انا مفاجاه كبيره جدا ليا، ان هو يعني ماني اصبح حاليا هو اول لاعب افريقي يبقى في التوب 2 بعد ما جورجو حقق الجائزه، اللاعب الليبيري طبعا وريس ليبيري الحالي سنه 1995. فانا اعتقد دي كانت مفاجاه كبيره جدا، لكن هو للاسف ما فيهاش معايير وليها دور طبعا في مسيره، تفرق طبعا ان انت تبقى واخد جايزه بالون دور او جايزه ذا بيست من الفيفا، بتفرق في مسيره اي لاعب. يعني اللي عمله كريم بنزيما ان هو في هذا السن حاليا بيحقق البالون دور يدينا امل ان محمد صلاح ان شاء الله خلال الفتره الجايه قادر ان هو لما لا يحقق الكره الذهبيه. انا في وجهه نظري برضو رغم ظلم حركه محمد صلاح، لكن محمد صلاح مركز خامس مركز رابع، انا اعتقد ان هدف محمد صلاح الهائل هو البالون دور، وما حدث من وجهه نظري من معجزه كريم بنزيما انه في هذا السن بيحقق البالون دور للمره الاولى في تاريخه واول فرنسي من سنه 1998 منذ زين الدين زيدان،
اعتقد محمد صلاح باذن الله قادر في الفتره القادمه، لا اقول هذا الموسم، ان اعتقد هذا الموسم كاس العالم سيكون ليه دور للاسف صعب منتخب مصر في، لكن ان شاء الله ممكن الموسم القادم او اللي بعده محمد صلاح قادر على انه يكون متواجد على مصر لفرنسا باذن الله ان شاء الله. دي اللحظه اللي كل المصريين ما كانش كل العرب مستنيينها. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ احمد غنيم على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، شكرا ليك. برضه انا مش فاهمه يعني زي ما فاهم قصدي يعني فاهمه. بصي واضح يعني كده ان برضه الامر لا يخلو من اهواء. ايوه بس كده الموضوع ليه في تاثير كبير قوي كده، وزي ما الاستاذ احمد كان بيتكلم يعني، والنوادي بتعمل دعايه للنجوم بتاعهم عشان يكسبوا، في الاول وفي الاخر دي جايزه يعني خدتها او ما خدتهاش انا بحس ان مش هتفرق معايا يعني، مش مفروض اسعى ان انا اخد جايزه قوي كده، او يمكن ما اعرفش يعني بحس لا تضاف في السي في بتاعك كلاعبه او كلاعب يعني، برضو اكيد ليها وضعها، برضو بتدي ثقه من ضمن علامات وامارات تقل اللاعب الجوائز اللي من النوع ده. مش عارفه والله يا كريم يعني، انا لما اجي اتكلم دلوقتي عن مثلا نجم كبير وات ايفر نيمت يعني اي حد من الاجيال القديمه، ما هل انا باجي اتكلم على اللي قدمه في الملاعب ولا اصل هو خد 7 بالون دار وثلاثه ذا بيست، هو كيرز يعني. عارف مين اللي بيعجبني في تفكيره بالطريقه دي؟ مين؟ ابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش لا يهتم تماما، قال لك ولا يعني بجد انا بحترم الدماغ دي ولا يفرق معايا جوائز يعني، لما اخد جايزه كده انا كده حاجه كبيره، طب ما خدتهاش انا برضو حاجه كبيره يعني، مش فارقه يعني. انا بشوف ان اللعب على الارض او انت بتعمل ايه على الساحه هو ده اللي بيعززك او لا يعني، دي وجهه نظري انا هتفق فيها مع ابراهيموفيتش بصراحه. نتفق انا وهو مع بعض. على كل حال خلينا نروح لملف اخر مع حضراتكم، وبطوله كاس العالم للانديه لكره اليد السوبر طبعا جلوب اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، وحاجه مشرفه جدا وتستضيفها السعوديه. والنهارده عندنا ماتش مهم جدا، والمهندس محمد سراج الدين رئيس البعثه قال ان في تواصل مع اللجنه المنظمه لبطوله السوبر جلوب ووزاره الرياضه بالسعوديه واتحاد كره اليد السعودي عشان يزوروا عدد او يزودوا عدد هنا كريم جماهير الاهلي بقى في البطوله. المفروض كان من 500 ل1000 مشجع، وعايز اقول لحضراتكم بالفعل يعني احنا واحنا دلوقتي معاكم على الهواء او قبل الهواء بدقائق تم الموافقه على زياده العدد من 500 مشجع ل1000. وستيل برضو الرقم مش واو، بس يعني احسن من ما فيش طبعا، بيفرق بشكل كبير جدا، وده بالاضافه لتخصيص مدرج كامل للجماهير في الصاله طبعا المستضيفه للبطوله. والمباراه النهارده خليني اقول لحضراتكم اعتقد هتشهد حضور جماهير كبير جدا من الطرفين. وبالمناسبه برضو القرعه بتاعه بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد كانت اسفرت عن تواجد رجال يد الاهلي في المجموعه الثانيه الى جانب فريق بنفيكا البرتغالي والفريق المدار السعودي. اعتقد برضو فريقين مش هنقول هينين، ولكن برضو كبدايه ممكن تكون كويسه لمنتخب مصر، او عفوا لفريق الاهلي، عفوا يعني معلش دخلوا في بعض. فان شاء الله، بس انا شايفه ان دي اصلا فكره ان فريق عندنا يشارك، وفكره كمان هذا المشاركه او هذه المشاركه يا كريم، والبدايه ان شاء الله اللي هتكون موفقه باذن الله مع يعني القائمه بتاعتنا، بتهيألي فيها كلام حلو قوي في الفتره اللي جايه، وهنتابع على كل حال طبعا مع حضراتكم ان شاء الله. ولسه مكملين طبعا معاكم في كره اليد. النادي الاهلي كان سبق وحصل على حق تنظيم النسخه ال30 من بطوله السوبر الافريقي لكره اليد رجال المقرر اقامتها ان شاء الله خلال الفتره من 22 الى 25 ابريل 2023، والنسخه ال39 من بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد رجال خلال الفتره ما بين 24 ابريل و6 مايو 2023. تسلم النادي الاهلي خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لكره اليد بيفيد باسناد حق استضافه البطولتين للنادي، ويمكن الجديد انه بدا كمان النادي يتلقى خطابات من الاتحاد الافريقي باسماء الفرق المشاركه في هذه البطوله سواء رجال او سيدات. بالمناسبه في بطوله الرجال بتشارك انديه النادي الاهلي والزمالك والترجي التونسي والافريقي التونسي، واكيد هتكون المنافسات على اشدها في هذه البطوله ان شاء الله، وبرضه نامل خير باذن الله. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل، خليكم معانا. عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، اهلا بكم مره ثانيه. زميلتنا العزيزه ساره حامد موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان مشكوره تطلعنا على اخر الاخبار والمستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه. صباح الفل عليك يا ساره، اتفضلي.
صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على اهم وابرز الاخبار والامور اللي متعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن يعني خليني اقول لكم انه الفريق يعني بدا التدريب النهارده في الفتره الصباحيه، يمكن التدريب بدا يعني من 5 دقائق على ملعب مختار التتش، ولكن قبل التدريب يعني كان في زي اجتماع عقده مستر مارسيل كولر والجهاز الفني مع لاعبي النادي الاهلي للحديث يعني عن الفتره القادمه، وطبعا بدايه بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي بكره ان شاء الله مع نادي الاسماعيلي. يمكن بكره ان شاء الله النادي الاهلي يعني يفتتح مشواره في بطوله الدوري على موعد مع نادي الاسماعيلي في تمام الساعه 5 مساء على استاد او ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. يمكن كان بيتكلم معاهم عن اهميه المباراه، وطبعا يعني لا بديل عن الفوز في المباراه دي، طبعا اول مباراه في بطوله الدوري. كمان اتكلم معاهم عن بعض الامور الفتره القادمه، وكان كمان في محاضره ما بينه وما بين لاعبي النادي الاهلي. بعد كده اللاعبين يعني جميع اللاعبين بداوا التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش، وان شاء الله النهارده يا كريم ونهواند بعد التدريب الفريق يعني والجهاز الفني بالكامل هيتجهوا لبرج العرب عشان يدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراة ان شاء الله مباراة غد امام نادي الاسماعيلي، وطبعا عشان الفريق يكون في حالة تركيز شديدة قبل المباراة ويستعد بشكل قوي لمباراة غد. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى وكتيبه يعني كره السله. رجال كره السله طبعا معاهم مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن خليني اقول لكم ان بعد البطوله العربيه مستر اوجستي قرر انه يريح جميع لاعبي النادي الاهلي لعده ايام من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مره اخرى على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، عشان يعني خلاص يعني بقيه البطولات هتبتدي ان شاء الله الفتره القادمه في الموسم الحالي. يمكن بعد 5 ايام هتبتدي بطولة الدوري المرتبط، وهتبتدي على مجموعتين، المجموعة أو الدورة المجمعة الأولى ودورة المجمعة الثانية. الدورة المجمعة الأولى هتكون يوم 21 22 23، وبعد كده الدورة المجمعة الثانية هتكون يوم 25 26 و27. ومش بس دي البطولة اللي هيشارك فيها النادي الأهلي إن شاء الله يا كريم الفترة القادمة، كمان في بطولة كأس مصر وبطولة الدوري المصري أو دوري السوبر استكمال بطولة منطقة القاهرة، والبطولة الأكبر في ال5 بطولات وهي بطولة البال أو بطولة أفريقيا اللي هتقام إن شاء الله في رواندا واللي هيشارك فيها النادي الأهلي كبطل للدوري المصري. فكل البطولات دي ان شاء الله هيشارك فيها يعني رجال كره السله الفتره القادمه، واللي هيقدروا فيها ان شاء الله ان هم يعني يصالحوا جميع جماهير النادي الاهلي بعد خساره البطوله العربيه، وان شاء الله يعوضوا فيها ويفرحونا طبعا بالفوز في جميع البطولات. كمان يعني الاتحاد المصري لكره السله امبارح يا كريم يعني اعلن انه النادي الاهلي ان شاء الله يعني هيشارك كمان في البطوله السادسه الموسم ده، وهي بطوله السوبر المصري، وان شاء الله يعني هو كبطل الدوري المصري وكبطل كاس مصر هيكون يعني في المباراه دي بيشارك امام نادي الاتحاد السكندري، وان شاء الله البطوله دي هتكون يوم 12 يناير في 2023. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم ان يعني سيدات كره السله معاهم طبعا الكابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، النهارده ان شاء الله هيستكملوا بقيه المباريات في بطوله دوري المرتبط، والنهارده ان شاء الله هتبتدي الدوره المجمعه الثانيه امام نادي مدينه نصر. النهارده ان شاء الله المباراه الاول يعني دوري اول الفريق المرتبط هيلعب الساعه 6 مع نادي مدينة نصر، بعد كده الساعة 8 الفريق الأول هيلعب أمام الفريق الأول لنادي مدينة نصر، وبكرة إن شاء الله المباراة الثانية هتكون أمام نادي البنك الأهلي، والمباراة الأخيرة في الدورة المجمعة الثانية هتكون أمام نادي الشمس. دي كانت كل أخبارنا النهاردة يا كريم ونهواند طبعا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم وكمان جميع الفرق الرياضية الأخرى، وطبعا بتمنى كمان التوفيق النهاردة للفريق الأول لكرة اليد رجال إن شاء الله يعني في مهمتهم النهاردة الصعبة وبدايتهم في مشوار يعني سوبر كلوب أو كأس العالم لكرة اليد اللي هتقام إن شاء الله النهاردة في مدينة دمام بالمملكة العربية السعودية، وأول مباراة أمام مودر السعودي. يعني أكيد أنا معك يا كريم ومعك أنا هواند لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية، ونروح بعدها بقى مع حضراتكم للصحافة الرياضية. بص احنا مش هنروح قوي يعني نروح شويه يعني هنشوف كده سريعا اهم بس المانشيتات اللي كانت بعد امبارح تحديدا والبالون دور واهم يعني الاخبار على الساحه. ايه المانشيتات بالظبط اللي كانت من الشروق تحديدا؟ كانوا بيتكلموا عن 6 منتخبات بتجري استعداداتها في ابو ظبي قبل المشاركه طبعا في المونديال، وده طبعا الحدث الاكبر حاليا في العالم كله، يعني الحدث الرياضي الاكبر في العالم كله. عايز اقول لحضراتكم منتخبات السعوديه والارجنتين
الصين وسويسرا وغانا وأوروغواي والكاميرون خلاص بيستعدوا لنهائيات كاس العالم 2022 طبعا في قطر، وابتدت المعسكرات خلاص التدريبية كريم والمباريات الودية في أبو ظبي، ده حسب ما ذكروا مجلس أبو ظبي الرياضي. طبعا حدث كبير مرتقب وحدث نتمنى إن شاء الله إن برضو يقام مرة في مصر، إحنا نستحق ذلك واتكلمنا في النقطة دي أكتر من مرة لأن ليها عوائد كتيرة جدا، يعني غير فكرة إن أنت بتستضيفه بس على أرضك، لا أنت بتاخد مكاسب أخرى كتيرة جدا على الأرض. صحيح. فنتمنى إن شاء الله يكون يعني ده محقق قريب، وفي نفس الوقت طبعا في ناس كتيرة جدا هتسافر، أنا ما أعرفش أنت هتسافر ولا لا، بس يعني وخلاص فاضل أقل من شهر يعني على كأس العالم، بس كتير 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 جاليات من كل أنحاء العالم طبعا هتسافر عشان تحضر كأس العالم. طيب المانشيت الرئيسي في اليوم السابع بيقول بالأرقام مانشستر سيتي هو أقوى خطوط الهجوم في أوروبا لهذا الموسم، ويعني في الدباجة التفاصيل بتاعت الخبر بتقول انه على الرغم من تصدر ارسنال المحترف بين صفوفه نجمنا المصري محمد النني جدول دوري ترتيب الدوري الانجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الا ان السيتي تحت قياده جوارديولا يعد هو الاقوى هجوميا في الدوريات الاوروبيه الكبرى او البيك فايف. بص هو مانشستر سيتي بصراحه متالق جدا مؤخرا، يعني انا مع ان انت لو بصيت للتاريخ ما تلاقيش قوي لا كان لا ازاي بس يعني بس مش لا قارنه باسماء تانية ما فيش مقارنه، بس في تالق مؤخرا بشكل كبير، ربما بيرجع برضو لمنظومه قويه من اداره فنيه وصفقات بتتم، يعني الى حد ما مش هنقول ان هو لا يستحقها، لا بصراحه هو يستحقها طبعا. انت ترتيب عندك هنا ارسنال، بعد كده مان سيتي، بعد كده توتنهام، بعد كده تشيلسي، احنا دلوقتي ليفربول بقى مركز ثامن يعني بالمناسبه. طيب تعال نروح لبطولات تتكلم برضو عن البالون دور، كان بس تكلم من زاوية تانية، فكرة هنا ترتيب لاعبي ليفربول في الكرة الذهبية، وتحدث ان افضلهم محمد صلاح، وكان بيحط تحديدا اللاعبين المرشحين او الاسماء اللي رشحت لهذه الجائزة، هم كانوا من الـ30 لاعب 6 لاعبين طبعا على رأسهم كان محمد يعني صلاح، اللي برضو الى حد ما على صعيد طبعا المراكز في القائمة المرموقة هو اللي تصدر الـ6 اسماء يعني بالمركز الخامس، وبرضو ده كده زي ما بيتقال بعض الدراسات اللي بتتعمل يعني والإحصائيات. طيب مانشيت الشرق الأوسط هياخدنا لدوري السلة الأمريكي اللي بينطلق اليوم، وليبرون جيمس يتطلع لتحطيم رقم عبد الجبار القياسي. كريم عبد الجبار بالمناسبة للي من حضراتكم كان بيتابع الـNBA أو كرة السلة الأمريكية عموما، ده كان من الظواهر الخارقة للطبيعة الحقيقة. كريم عبد الجبار كان أيقونة من أيقونات كرة السلة الأمريكية للمحترفين طبعا، واسم كبير، وهو يعني شوف عدى عشرات السنوات على وجود كريم عبد الجبار في ملاعب كرة السلة الأمريكية، لغاية النهاردة هو لسه في لاعب جديد بيتطلع لتحطيم رقمه القياسي السابق، فاحنا بنتكلم على ظاهرة لا فترة يعني طبعا حد مش طبيعي يعني. كبيرة بين دودة طبعا. على كل حال احنا كده اهي الأخبار عدت على خير، نروح بقى للتمارين بتاعت كابتن حسام، وكابتن حسام الفيل مدرب طبعا جيم النادي الاهلي هو محضر لنا تمارين دلوقتي هنروح نتابعها، وكان نروح فاصل ونرجع نكمل محاضراتكم. صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركه. اهتمامك بممارسه التمارين الرياضيه بشكل منتظم وشكل مستمر ده ليه عائد كبير عليك على صحتك الجسدية والبدنية والنفسية وكمان العقلية، كمان هيساعدك اللي انت تكون يومك بشكل أفضل وشكل صحي. أهم حاجة عايزك توفر وقت في يومك، لو نص ساعة بس تقدر تعمل فيها تمارين رياضية في اليوم بحاجات بسيطة جدا موجودة عندك في البيت، اللي احنا هنعملها زي النهاردة حاجة بسيطة اللي هنستخدمها دمبل، هنشغل بيه النهاردة الأبر بودي بتاعنا عضلات الجزء العلوي، هنشتغل 6 تمرينات. الـ6 تمرينات دول هيكونوا باسلوب تمرين اسمه سوبر سيت، ده اللي احنا هنشغل عضلتين ورا بعض بدون ما ناخد ريست، بعد كده بناخد ريست زي اللي احنا هنعمله مع بعض، بس قبل ما نبدا التمرين بتاعنا محتاجين اللي احنا نعمل الورم اب بتاعنا شويه، بنسخن بس 3 دقايق الاول عشان نحمي جسمنا من اي مشاكل او اي اصابات. اول حاجه بعمل 20 ثانيه جري في المكان، ابدا خفيف الاول، بعد كده ابدا اسرع، بعد كده فوت كيك برضو 20 ثانيه، كل ده بشغل بس العضلات بتاعتي واسخنها الاول، برضو 10 ثواني
جامبنج جاكس. كده يعتبر سخنا جسمنا وهيئناه. يلا بينا جهزنا الدمبل بتاعنا والمات. هنبدا اول تمرينتين مع بعض. اول تمرين هيكون دمبل فلور بريس لعضلات التشيست. هنعمل 10 عدات، 1 2 3، خلي كوعك دايما لجوه، 4، النفس بتاعك شغال، ده هيساعدك ان انت تأدي التمرين بشكل افضل، 5 6 7 8 9 10 10. واقوم على طول مع تمرين دمبل سايد ريز لعضلات الكتف الجانبي. ابدا اطلع بايدي لفوق، ركبتي متنيه سنه بسيطه، ظهري مفرود، بوصل لغايه مستوى الكتف بتاعي. برضو بنشتغل 10 عدات. واحنا اشتغلنا تمرين الدمبل فلور بريس ومعاه الدمبل سايد ريز 10 عدات من غير ما ريحنا. كده خلصنا اول تمرينتين. ناخد بس ريست اللي احنا بنشرب ميه فيها 30 ثانيه. هنكرر نفس التمرينتين دول من مجموعتين لثلاثه. هندخل على التمرينتين اللي بعد كده. تمرينه منهم هتكون لعضلات الظهر وتمرينه هتكون لعضلات الكتف الخلفي. هبدا انزل بركبتي سنه بسيطه وازق وسطي لورا، اتاكد ان ظهري كله مفرود، وابدا اسحب الدمبل جنب. هنعمل برضو 10 عدات. الناس اللي شغاله معانا دلوقتي تعد معانا. خلي دايما التمرين بتاعك الاداء بتاعه بسيط، ما سرعش في الحركه بتاعت عشان استفاد اقصى استفاده فيها. كملنا 10 عدات من غير ما ناخد ريست. هبدا اطلع بايدي للجنب، افرد دراعي، بشغل بيه الكتف الخلفي، برضو 10 عدات. اهم حاجه اتاكد ان انت ظهرك يكون مفرود، 5 6 7 8 9 10. واخد بعدها برضو ريست. اخر تمرينتين معانا هيكون تمرينه للبايسبس وتمرينه للترايسبس. هعمل دمبل بايسبس كير، ببدا اطلع الدمبل مع بعض، هشتغل برضو 10 عدات. احسن، فوق، اخير، طب وادخل بعدها على طول تراي. نفس الوضعيه اللي احنا كنا بنشتغل فيها الدمبل رول لعضلات الظهر، بس اخلي كوعي فوق وابدا ازق الدمبل بايدي لورا، 2 3، بشغل بقى عضلات التراي، 4 5 6 7. بكمل 10 عدات وبرضه نفس النظام بعملها من مجموعتين لثلاثه. كده يعتبر عملنا 6 تمرينات شغلنا بهم عضلات الابر بودي كله، الجزء العلوي. اخر نصيحه لينا اللي احنا بنعملها دايما في كل حلقه، وانت في رحلتك دايما لخساره الدهون، حاول اللي انت تحفز نفسك وتشجع نفسك بحاجات بسيطه جدا. دايما حط لنفسك رقم معين اللي انت تنزله في الشهر، مثلا من الاسبوع نص كيلو لكيلو في الاسبوع، عشان تنزل بنزول صحي ما ياثرش على جسمك وهرموناتك. كمان اللي انت تزود معدل شرب الميه بتاعك، كمان تعمل تمرين بسيطه حتى زي اللي احنا بنعملها كده في يومنا. كل ده هيساعدك ان انت تكون بشكل جسم كويس وتكون بصحه كويسه. اتمنى التمارين بتاعتنا والنصائح اللي احنا بنقدمها لكم تكونوا استفدتوا بيها، ونشوفكم في حلقه ثانيه جديده. كل فترة كده احنا بيهمنا جدا في البرنامج يكون معانا نموذج تحدي، بطل رياضي هو اللي بنفسه نسمع منه قصته بكل ما تحمله بقى من كواليس وصعوبات و الى اخره. النهارده معانا نموذج محترم جدا، معانا بطل في العاب البارا ترايثلون زي ما كنا بنقول لحضراتكم في بداية الحلقة، اللي هي بتضم ايه؟ بتضم الجري والسباحة وركوب الدراجات، لكن من فئة هنا المكفوفين او ضعاف البصر. هيحكي لينا هو بنفسه عن البطولات اللي خاضها وحصوله بقى، عايز اقول لحضراتكم حصل على ايه؟ على ميداليات ذهبيه في البطوله الافريقيه والعربيه. خلينا نرحب بضيفنا البطل ابراهيم حافظ، لاعب البارا ترايثلون. صباح الفل. صباح النور. والله بجد مبسوطين انك معانا يا ابراهيم جدا. وانا برضه مبسوط. منورنا يا ابراهيم، وعايزين بقى نتعلم منك ومن قصتك، لان زي ما كنا بنقول، مش عارف انت لو كنت متابع حلقتنا من البدايه، وده الكلام اللي اكدته نهاوند من شويه، ان
في ضيوف بيبقوا استثنائيين، بيبقوا ملهمين، بيبقوا ناس اتحدوا ظروف قهريه وتغلبوا عليها ومش مجرد تعايشوا معاها، لا دول كمان تحولوا الى ابطال وانت بطبيعه الحال واحد منهم. فعايزين نعرف منك بقى رحلتك ابتدت ازاي؟ مين اللي وجهك للرياضه دي؟ وتفاصيل الرحله عشان كلنا نتعلم ونستفيد منها. هو اول حاجه ان انا اتولدت بدموع على العصب البصري في الشق اليمين والشمال. وده اثر على العصب البصري اللي هو عيني، فده اللي خلى عندي ضعف بصري. الف سلام عليك. وبعد كده طبعا يعني مو وقفت معايا والحمد لله، بقيت شخص يعني كويس الحمد لله. وبعد كده مو وجهتني للرياضه، لعبت بدات السباحه وانا عندي 3 سنين. بدات ادخل بطولات وانا عندي 7 أو 8 سنين ما شاء الله. بعد كده موضوع بقى التريسون بدأ من 2016، كان بقى رياضة جديدة بقى وبتنتشر بقى على مستوى العالم. طب احنا يعني نهاوند كانت بتعرف المشاهدين دلوقتي تفاصيل الترايثلون بشكله العادي، لكن في حالة البارا ترايثلون بتتلعب ازاي؟ بتمارس ازاي او بتنافس ازاي في البطولات؟ هو كل إعاقة على حسب يعني بتتلعب على حسب كل إعاقة، يعني في المكفوفين بيبقى لازم كابتن جايد بينزل معايا. بالنسبه للاعاقات الثانيه كل اعاقه ليها حاجه معينه. خلينا في المكفوفين، الجايد لازم بيبقى متمرن معايا كويس، فاهمني كويس، فاهم دماغي، فاهم ردود افعالي. بنربط بعض باستك في السباحه والجري. في العجل بيبقى لينا عجل مخصوص، عجل مزدوج او الدريفت. بس وبيبقى معاك جايد في حالة الدراجات كمان. بيبقى قاعد قدام وانا قاعد ورا، هو بيتحكم بالبارات بالنيو تيرن بالتوازن بكل حاجة، بس انا كل اللي في ايدي اللي انا اشده لقدام. ايوه. هو يمكن احنا معانا بعض الفيديوهات طبعا هنعرضها لحضراتكم وابراهيم بيحكي لنا عشان برضو الصورة تبقى واضحة اكتر. طيب على الشاشة، وانا امال انا قلت على ايه؟ قلت على الشاشه فعلا، ما قلت على الشاشه، مالكم يا جماعه في ايه؟ صباح الخير. طيب ابراهيم خليني اروح معاك معلش، لان دايما قصه النجاح ما بحبش ان انا اخدها من الاخر، يعني خلينا نبدا من الاول خالص. انت كان عندك مشكله او مش هقول عندك مشكله، ربنا يعني استفاك او ربنا اختارك ان انت تكون من فئه معينه، كلنا بنقول في الاول في الاخر الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. والدتك زي ما انت حكيت لنا وقفت جنبك جدا. النقله بقى هنا من فكره انا ابراهيم ابني اللي هو لا انا مش عايزه حد يقعد يقول يا حبيبي وربنا يشفيك، لابراهيم انا عايزه ابني يبقى بطل. اكيد دي كانت نقله بالنسبه لك، اكيد مامتك ساعدتك كتير جدا، اكيد انت كمان كنت حابب ان انت تبدا من جديد، تبقى بتحقق حاجه لنفسك على الارض. فممكن نسمع من هنا نقله ابراهيم اللي هو ولد عادي جدا لبطل رياضي. هو اصلا انا ما بحبش يعني حد يقول عليا انت ما تعرفش تعمل حاجه دي، لا كل حاجه اي حاجه حاطها في دماغي اعملها ان شاء الله. وطبعا ماما بتدعمني في الموضوع ده وبتقوليش لا على حاجه، ولما بقول لها عايز اعمل حاجه ممكن يبقى في شويه خلافات، بس في الاخر يعني بقنعها وبتقتنع وبحقق اللي نفسي فيه. يعني حلو، بس ما كلنا عايزين حل نفسنا فيه. بس انت كنت شايف الموضوع صعب في الاول ولا كنت حاسس لا كان في صعوبات حتى في التمرين؟ خلينا نعرف منك، انت بتقول كمان 2016 ابتدى البارا ترايثلون. بيبقى صعوبات مثلا لو اتمرنت مثلا لوحدي من غير الجايد، بيبقى مثلا لما بحس ان انا ببقى مسافر والجايد بيبقى مش معايا ببقى متضايق طبعا. هو اوقات بيبقى مش موجود، بيبقى من الصعوبات يعني الحاجه اللي حصلت لي في بطوله المغرب. بس مثلا لو حد مثلا يعني زي بطوله برضه شرم الشيخ لما احبطوني قالوا لي انت مش هتنزل سبق علشان معكش عجله الدريفت، وقتها كانش معايا. البطوله دي كانت السنه اللي فاتت، قعدت سنه مش عايز انزل تمارين، مش عايز اكمل انجازات يعني. لحد ما جبت العجله قبل بطوله قبل المغرب بشهر، والحمد لله اتمرنت عليها وتعودت. جت بطوله المغرب، الجايد المفروض كان هينزل معايا كابتن اسلام محمود، جات له اصابه قبل السفر بيوم، فطبعا اتضايقت قلت طب انا هسافر ازاي. الحمد لله الاتحاد وفر لي جايد بداله اسمه كابتن محمد زكريا. طبعا انا ما كنتش متعود عليه، بس حاولت اتاقلم معاه عشان نقدر نعمل انجاز في السباق. وقت قصير قوي قبل البطوله الحقيقه.
طبعا الكابتن كان متوتر من موضوع اللي هو يركب العجله وكده، بس انا طمنته قلت له ما تقلقش انا هشيل معاك. يعني انت اللي طمنته مش العكس. بالمناسبه وعلى ذكر بطوله المغرب، حلوة دي عايزينك تحكي لنا برضو عن البطولات المحليه والدوليه اللي انت شاركت فيها، وخصوصا ان انت كمان حصلت على ميداليات ذهبيه. هو شاركت 4 بطولات ترايسون دوليه، منهم 2016 عرب وافريقيا اخذت اول، وبعد كده عرب وافريقيا في الاقصر كانت دواسلون جري وعجل. وبعد كده 2021 بطولة شرم الشيخ اللي سبق اتلغالي فيه بسبب العجلة. ده محققش فيه حاجة، بس كنت يعني الاتحاد الدولي قال اللي انا مستوي كويس ان انا اقدر انافس عالم كويس قوي. وبعد كده قلت للمغرب بقى بعد ما جبت العجلة بقى وقلت لهم ان انا مستعد. هي العجلة دي انت اللي جبتها على حسابك الشخصي ولا مين اللي وفرها لك؟ وحاولت يعني اجيبها بس طبعا ما عرفتش، طبعا الجمارك والشحن والمصاريف غالية، مواصفات خاصة طبعا. ففي حد اسمه كابتن علي عبد الرازق، ده كان بيصلح لي العجلة العادية بتاعتي، فقال لي ايه رأيك نعمل العجلة الدريفت؟ قلت له ماشي. بعت له التصاميم وازاي بتتعمل وطريقتها والمقاييس الطول، فعملها لي وجمعنا الادوات السرعات الجنوط الحاجة العجله كلها وعملناها. ايوه عملتها على حسابك، ده السؤال. عملتها على حسابي. عملتها على حسابك. طب ليه ما فيش مثلا الاتحاد بيساعد او بيوفر الحاجات دي؟ هو الاتحاد قايل لنا اللي محتاج ادوات بيجيبها على حسابه، وهو بيساعدنا لو في بطوله افريقيه او بطوله عالم، بس مش في كل البطولات، لان طبعا البطولات مكلفه وامكانيات الاتحاد محدوده الى حد ما. طيب نقطة بقى. بتفكر في بكره ازاي يا ابراهيم؟ يعني بتحلم بايه؟ هل مخطط لنفسك على الاقل محطات معينه تقف فيها في المستقبل ان شاء الله؟ يعني بخطط ان شاء الله ان انا نفسي اسافر بطوله العالم، نفسي اتاهل لاولمبياد باريس. يا سلام. ان شاء الله الشهر الجاي عندي بطوله عالم في السباحه القصيره، دي ان شاء الله هتعمل في العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله. برضو المفروض في بطوله افريقيه السنه الجايه، بس لسه ما تحددش ميعادها فين وهتتعمل فين. انت مركز في الشق الرياضي. طب انت يعني على مستوى الدراسه بقى، يعني برضو كلمنا عنك انت، هل بتدرس ما بتدرسش؟ انا بدرس في كليه اداب جامعه اسكندريه قسم انثروبولوجيا اللي هو علم دراسه الانسان. الله، حلو ده. حلو ده. جميل. انت اللي اخترت. ها شيق. وقسم حلو قوي. الحمد لله السنه دي اخر سنه، سنه رابعه سنه التخرج، وان شاء الله يعني تعدي على الخير. بس انت حابب المجال ده، فبتهيالي طالما حد دارس حاجه بيحبها يعني شاطر في الجامعه، ده اللي انا عايزه اقصده، ولا بتنجح بس؟ بنجح بس. خلاص الاجابه وصلت. لا بس شكلك اصغر من يعني من انت في جامعه، افتكرتك في ثانوي مثلا، شكلك صغير. انت 20 سنه مثلا؟ 22. اوكي ما شاء الله، ميزه دي ان انت يبان شكلك اصغر من سنك الحقيقي. طيب انت هتشتغل ابراهيم لما يتخرج، هيشتغل حاجه ليها علاقه بالدراسه، ولا انت هتركز بس على الرياضه؟ ان انت عندك طموحات زي ما انت قلت، فكره كمان بارالمبياد باريس 24 دي حاجه عظيمه جدا، انت ممكن اصلا تشارك فيها بشكل كبير صح، او بنسبه كبيره. المفروض ان انا انزل بطولات عالم عشان اجمع نقط. طبعا ده بيعتمد على ميزانيه الاتحاد. ما دي بقى المشكله، انت كده بقى بتلمس مشكله مهمه. المفروض يكون في بادجت محطوط، علشان الاتحاد في الاول وفي الاخر بيبقى عايز يخرج اكبر نسبه من الابطال ان هم يشاركوا. فانا دلوقتي لو عندي عقبه ان انا عندي الابطال يا كريم، بس انا ما عنديش الامكانيات الماديه، فانا بقى مش هشارك بالكم اللي انا اقدر، ومش هوصل علشان انا ما عنديش. طب ما يعني احنا كده بنكرر نفس الماساه كل اولمبياد او بارالمبياد. هو المشكله اللي انا طبعا بيتصرف عليا انا والجايد، اكيد مشكله. ايوه بس انت بطل. طب ما انا لما بصرف على الابطال بتوعي هي في مكانها، يعني ده اللي انا بقوله. صح ولا غلط؟ هي حاجه خارجه عن يعني عن ارادتك اكيد يعني، بس يعني بس هي فعلا المشكله يعني. موضوع التراسون ده محتاج سبونسر، لان الرياضه مكلفه. ما هي دي المشكله، كنت بقول ان هواند من شويه ابراهيم بقول لها ما دي المشكله الازليه، ان في رياضات معينه تحديدا كره القدم يمكن هي اللي ليها نصيب الاسد في الكيكة الاعلانات ووجود السبونسرز، وللاسف الشديد احنا عندنا ابطال كتير زيك انت شخصيا في رياضات تانية ما عليهاش نفس القدر من الاضواء، فبالتالي ما فيش دعم كافي ليها ولا لابطالها. فنتمنى ان شاء الله ان الوضع ده يعني يتغير الفتره اللي جايه. الى جانب الرياضه بقى،
بتحب ايه؟ هواياتك ايه؟ طبيعه حياتك ويومك عامل ازاي؟ يعني بحب ركوب العجل، يعني برضو بخطط لنفسي برضو اسافر بالعجله. برضو بحب الغوص، بحب اغطس، واخد نيك كلها رياضه برضو. يعني انت مركز اكتر في الرياضه؟ بس ساعات يعني من وقت للتاني بروح اعمل دايفنج، ممكن بفك شويه اروح اسافر بالعجله، اشوف حد اسافر معاه. يعني انا طلعت رحله قبل كده الفيوم مع كابتن محمد نوفل. برضو في جروب عندها في اسكندريه بنزل اتمرن معاهم، مره طلعت معاهم البوابات، بوابات اسكندريه، ومره طلعت معاهم كفر الدوار من اسبوع. على العجله برضو؟ من اسبوع كان في تحدي اسمه تحدي الجلاله، ده مسافته 70 كيلو من المدينه الاولمبيه لحد بوابات الجلاله. هو طريق عباره عن طريق في وسط الجبل مليان مطالع ومنازل. كنت مشارك فيه بالعجله الدريفت، والحمد لله يعني الناس عجبتهم الفكره. كان المنظمين الرحله دي جروب اسمه باور لايت. جميل. طيب انا هرجع لموضوع شويه البطولات، وانت حصلت على البطوله العربيه والافريقيه، احنا عندنا كام بطل من البارا ترايثلون زيك يا ابراهيم؟ يعني عندنا 4 في مصر. كويس، 4 في مصر بيمثلونا في هذه الرياضه، الرياضه دي تحديدا انت متاكد ان هي هتدخل الاولمبياد او البارالمبياد في 2024؟ يعني ضمن الالعاب اللي بتنافس، صح كده؟ هي بتنافس في البارا ترايثلون مشاركه في الاولمبياد من سنه 2016. اوكي. بس هنا في مصر وعلى مستوى افريقيا ما فيش حد شارك. ما لسه ما فيش حد قدر ان هو يشارك، انت بقى حلمك ان انت تشارك، صح كده؟ ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم عن 4 في مصر وانت بينهم واحد حاصل على بطولات ذهبيه في يعني البطولات العربيه والافريقيه، فهل كان في حديث مثلا من اهلك مع حد من الاتحاد فكره انا يعني حتى الابطال ما هماش كتير، ما هماش رقم هيوج، يعني ان انا اقدر حتى لو ما عنديش سبونسر ان انا يعني اتبنى هذا البطل؟ طب تكلفه اصلا البارا ترايثلون قد ايه؟ يعني العجله التولز بتاعتك تكلفتها تقريبا قد ايه؟ هو كل واحد على حسب الاعاقه، يعني انا مثلا عجلتي اللي هي البروفيشنال اللي هي مش زي اللي عملتها بتكلف 100,000 جنيه. انت اسكندراني جيني بقى. احنا بلديات على فكره ابراهيم انا وانت. مثلا الكرسي المتحرك في اللي عندهم عجله اسمها شادو ده للجري وعجله اسمها هاند سايكلينج، دي ممكن تكلف فوق ال 200 300 400,000 جنيه. بتصدق فعلا طبعا اللي هي ليها مواصفات. طب والاتحاد بيبقى البادجت بتاعه، احنا ممكن نبقى نجيب حد، يا ريت كنا جبنا حد من الاتحاد يفهمنا اكتر يعني البادجت اصلا بتاعته قد ايه، فاهمني؟ خصوصا ان انت كمان بتتكلم في عدد قليل وابطال اوريدي يقدروا يمثلونا، فيعني تشانس كبيره موجوده. والمشكله الادوات دي متمركزه اكتر في اوروبا، فدي مشكله طبعا. طيب ابراهيم قبل ما نختم لقائنا اللي احنا استمتعنا جدا بيه معاك، عايز استاذنك في طلب شخصي، عايزين نسمع منك نصيحه لاي شخص ربنا هنقول انعم عليه باعاقه ما، واخد بالك ازاي، وازاي يقدر يتحول من مرحله الياس والقنوط الى مرحله التحدي والبطوله اللي انت شخصيا عملتها. حاول يعني ما تقولش الحاجه دي مستحيله، لو حد قال لك انت مش هتقدر تعمل الحاجه دي او انت في اعتقادك اللي انت عندك اعاقه هتمنعك تعمل الحاجه دي، لا ما تفكرش كده، حاول اللي انت تحاول تعملها حتى لو بطرق مختلفه. والله يا ابراهيم انا مش عارفه اقول لك ايه بجد، انا مبسوطه جدا وبحب اقعد اسمع يعني اكتر ما انا اسال، لما يبقى معانا نموذج جميل وفي نفس الوقت نموذج ناجح جدا رغم كل الصعوبات اللي احنا بنتكلم على اساسها، اللي ممكن ناس عاديه جدا ما تبقاش عندها ربعها، لكن تيجي تقول لك انا خلاص يأست من حياتي. يأست من حياتك ايه؟ لا يعني موضوع يأس، يعني انا قعدت سنه مكتئب طبيعي جدا. على فكره هو كلنا ممكن نمر بابس اند داونز، بس انا بقى ما اسيبش نفسي في الاكتئاب او ما اسيبش نفسي عليه في الحته دي بالظبط. مريت بيه وتغلبت عليه، من هنا بقى ما ده اللي بيفرق واحد بطل وشخص عادي. انت نورتنا النهارده ابراهيم، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بنشكرك على وجودك معانا. انا عايزه ابراهيم قبل ما نختم اوجه رساله برضو لوالدتك ولكل ام بصراحه، يعني ودورها، وكل ام واب يعني مش نقدر ننسى الابهات برضو، بس كل ام وكل اب والاهالي عامه اللي يكونوا داعمين جدا لاولادهم، لان دي مش كل بيت مصري على فكره موجوده فيه الحته دي، لكن فكره ان انا ابقى حاطط ابني بس التارجت ان انا عايز ابني يبقى احسن حد رغم اي صعوبات بيواجهها
اواجهها، ما اقفلش عليه. زمان يمكن الثقافه كانت زمان يا كريم لو انت فاكر، انا خايف على ابني فانا هحطه جنبي مش هحركه، دي ثقافه غلط تماما. انا خلي ابني ينطلق ويتعلم واحسسه ان هو يقدر يوصل لاي حاجه هو عايزها، زي كيس بتاعت ابراهيم مثلا. فتحياتي حقيقي انا وكريم لوالدتك، ربنا يديها الصحه ويدي لكل ام الصحه. اشكرك جدا يا ابراهيم. ونروح فاصل بعد كده هنرجع بقى مع الفقره، احنا عندنا الفقره الطبيه صح؟ معانا لا معانا الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي وحواديت كتير وتفاصيل كتير هنتكلم معاه فيها، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. واللي من حضراتكم بيتابع برنامجنا بصفه مستمره اكيد خد باله ان احنا بقالنا شهور طويله تقريبا ما فيش اسبوع بيعدي علينا غير لما بنتكلم مع حضراتكم عن بطولة ما نجحت مصر في تنظيم فعالياتها وبمنتهى الإتقان والاقتدار، ونالت بموجبها استحسان كل المشاركين وكل المتابعين في الصحافة الرياضية العالمية. تعالوا نتعرف على الأمر ده، ودي حاجة طبعا أكيد تسعدنا كلنا كمصريين. وكنا بنتكلم قبل كده في فكرة أن في ثورة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية اللي أهلتنا في نهاية المطاف أن احنا نحسن يعني استضافة مصر ليه كتير من فعاليات وبطولات عالمية على أرض مصر في رياضات مختلفة. هنتعرف على كل التفاصيل دي من خلال الأستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الفل يا أستاذ كريم. صباح الفل يا أستاذ نهاون. صباح الفل. سعيد إن أنا موجود معاكم، وإن شاء الله يعني نقدر نقدم إضافة للمشاهدين كلهم إن شاء الله. زي ما احنا كنا بنقول يعني احنا يمكن بجد في برنامجنا، احنا برنامج رياضي واي برنامج رياضي بيتكلم دايما عن البطولات اللي مصر بتستضيفها. احنا اصبحنا بمعدل كل شهر عندنا اكتر من بطولة عالمية على ارضنا، وفي نفس الوقت ده بيرجع لاسباب كتيرة. وطبعا فكرة ان انا اصلا بستضيف بطولة عالمية بهذا الشكل انا بيبقى عندي مكاسب كتيرة، منها طبعا الترويج للسياحة، دخل مفروض بيخش لي، حاجات كتيرة، ماركتينج للدولة، فكرة ان انت بتنظم يعني بطولة عالمية اكيد بيجي لك صحافة عالمية. ففي الاول وفي الاخر كلها قصة او قصة نجاح. معلش بس ده ليتلي، خليني ابدأ بالموضوع من الاول عشان سادة المتابعين برضو يبقوا فاهمين انا كنت فين وايه اللي حصل عشان اصبح في الليفل او المكانه اللي انا فيها دلوقتي. لا هو اكيد تنظيم احداث عالميه او بطولات دوليه على ارض مصر بيكون ليه اثار يعني ايجابيه كتير جدا. زي ما حضرتك قلتي ليها شق سياحي، شق اصلا ليه علاقه بان انت بتقوي البنيه التحتيه اللي موجوده عندك من منشاتك، بتقدر تصنع كوادر شبابيه وكوادر بشريه جديده تقدر انها زي الفولنتير زي كل المجالات. انت كده كده بيبقى عندك استف كل المجالات تقدر ان انت تحركهم تشتغل بيهم. اكتر من بطولة نالت استحسان كل الناس اللي كانت موجودة، ومش اشادة على الورق او ان هم الناس عشان هم ضيوفنا فبيقولوا الكلام ده، لا ده في ناس اوريدي طلبت انها تاخد وتستعين بكوادر مصرية كانت موجودة في تنظيم احداث عالمية كانت موجودة في مصر لبطولاتها اللي هتكون موجودة عندها على ارضها. فمحدش هيجي يجاملك في انه يكون بيطلب منك طلب لحد مشارك. ما هي دي الطفره اللي بنتكلم عليها، ازاي بقى الطفره دي حصلت؟ يعني ليتلي احنا اصبحنا كده، بس احنا في الاول من كام سنه لا احنا كان في مشكله، هل هي كانت نقص امكانيات ولا هي ما كانش في قرار ولا الاراده ولا ايه بالظبط؟ هقول لك على ببساطه وبوضوح شديد، انت كنت مستصعب الامر، شايف انه انت مثلا اكبر منك القصه، هنظم بطوله عالم طب ازاي، وطب ومتطلبات الاتحاد الدولي، طب والناس دي يعني بتكون طلباتها قاسيه الى حد كبير. لكن انت خلاص لما نزلت على الارض وشفت ايه اللي لا انا اقدر اعمل ده، ما عنديش ادنى مشكله، لدرجه ان يعني انت خلاص بقيت لو انت طلب منك تنظيم بطوله. احنا على فكره ده اوريدي حصل، كان بطوله العالم، كان في بطوله اسمها بطوله الجائزه الكبرى للسلاح، كانت هتتنظم في احد دول امريكا الجنوبيه، والاتحاد الدولي عندهم مشكله ان في خلال 40 يوم الدوله اعتذرت عن استضافه البطوله. طب يا جماعه ممكن مين اللي ينظمها؟ مصر. طب انتوا جاهزين يا مصر؟ جاهزين ننظم البطوله. كان قبلها بقد ايه تقريبا؟ 37 يوم بالظبط. يا نهار ابيض، يعني اقل من 40 يوم. انا بقول لحضرتك 37 يوم انتوا جاهزين تنظموا البطوله، وعلى فكره البطوله كانت في رمضان، رمضان اللي فات. ايوه اخر 3 ايام في رمضان، لدرجه ان احنا كنا جينا في النص، طب احنا هنشتغل يومين وهيبقى الثالث العيد ولا هيبقى الثلاث ايام هم هيكونوا كلهم كده كده في رمضان. انا عايز استاذن حضرتك في ان انا اربط ما بين الكلام اللي حضرتك بتتفضل بيه معانا في اللقاء ده، وبين حوارنا في الفقره اللي فاتت اللي حضرتك تبعتها مع ابراهيم، وبين كلامنا انا ونهاوند قبل كده عشرات المرات في مساله ايجاد الدعم للابطال. لما مصر عندها قدره على حسن تنظيم
بطولات عالميه على ارضها، وطبعا دي يلزمها مقادير كتير. اكيد في مقدمه المقادير دي العنصر المادي، الامكانيات الماديه. طب لما احنا عندنا التفصيله دي متوفره، طب ايه اللي منعنا ان احنا ندعم او نضخ في اتحادات رياضيه مختلفه الاموال اللي تكفي مش بس حتى لصناعه ابطال مستقبليين؟ احنا عندنا ابطال بالفعل وعطلانين، يعني عطلانين حتى عن المشاركه في بطولات دوليه لضيق ذات اليد انجاز التعليم. ده هنا بيرجع لانه الاتحاد نفسه مش قادر يوصل الفكره للمسؤول اللي هو المفروض دكتور اشرف صبحي او من ينوب عنه. يعني انت، انا عندي بطل، لو انت ما اهتمتش بيه البطل ده هيبقى مصيره حاجه من اتنين، يا اما في قصور في التواصل ما بين الاتحادات الفرعيه في كتير، في كتير من الاحيان انت بيكون عندك نجاح وما بتقدرش انك تستثمره او انك تقدر تعلي منه، او يعني بالبلدي ماركتنج، ان انت تقدر تسوق النجاح اللي انت محققه على الارض ده. انت الطبيعي اي حد لما بيعمل شيء جيد طبيعي ان انت تبدا تستغله وان انت تقدر تعلي منه. مظبوط طبعا، انت بيبقى اوريدي عندك نجاحات بتقدمها او بتشتغل عليها وبتحققها، بس مع عندك قصور في انك تقدر تظهر الامر ده للناس. لانه انت النهارده لما يكون عندك بطل زي ابراهيم حافظ واللي كان موجود، وانا طبعا اكيد بحييه، ولد نموذج يعني هايل محترم جدا سواء على المستوى الرياضي او حتى ان هو، انا اتفاجئت انه الولد في كليه وبيدرس طبعا. كلية صعبه كمان مش حاجه سهله، ف يعني اكيد تحدي كبير جدا. وان الشخص العادي ان هو يقدر يمانج بين الرياضه وبين التعليم بتبقى صعبه، تكون صعبه، فما بالك لما يكون كمان ده بطل طبعا. يعني بيتحدى التحدي نفسه، فالموضوع بيكون صعب جدا، محتاج تنظيم للوقت بشكل كبير طبعا. محتاج منك انت قدره وتحدي ومصابره كبيره جدا عشان تقدر ان انت تقدر أكيد. توصل لحلمك يعني. فلازم تشتغل بقى على النماذج اللي زي دي، انك تبدا تصدرها للناس. صحيح. فنتمنى ان شاء الله انه يكون اللي جاي بالنسبه لكل الاتحاد انها تقدر تشتغل بشكل احترافي اكبر من الشكل اللي موجود. لان انت هو بالورقه والقلم، انا واحد من الناس شايف ان الدوله ما بتبخلش على اي اتحاد او على اي جهه انها تقدر تديها كامل الدعم، بس مقابل ده هو عايز بلان قدامه تقدر تقول له انا اللاعب ده عندي مثلا مصنف رقم 10، لو اتعمل له المشاركه في البطولات دي هيبقى رقم 4، هيبقى رقم 3. احنا شفنا ده في كتير من الالعاب يعني، خصوصا ان احنا بنتكلم على بارا ترايثلون. لو لسه هنتكلم عن ابراهيم، هم 4 هو بيقول لنا في مصر، ف مزبوط. يعني نوت ا بيج ديل، يعني الموضوع مش صعب ان هو لا يتحقق خالص. يعني خالص. نتمنى يكون في مشاركه حقيقيه ولعبه كده كده موجوده الجاي. لعبه كده كده موجوده في الالعاب البارالمبيه، فتقدر ان انت تكتسب اولا يكون عندك لاعب مشارك، بالاضافه لده ان انت يكون عندك نسبه من المنافسه. لا انت لو انت اهلت اللاعب ده بشكل كويس يقدر ان هو يروح يجيب ميداليه في الالعاب البارالمبيه. طيب انا بقى عايزه اروح مع حضرتك يا مسيو لنقطه مهمه. انا لما اجي اقيس نجاح اي حاجه مش بالعدد، مش باي حاجه غير حاجه واحده، العائد. بمعنى انا عملت مثلا السنه دي 2022 ليتس سي مثلا في مصر 10 بطولات دوليه، احنا طبعا عملنا اكتر بكتير بس هو 10 بطولات دوليه. العائد بقى لما اجي انا كده كمسؤول واجي احسب ال 10 بطولات دوليه دول كلفوني كام، والعائد منهم ايه؟ عائد مادي وعائد ليه علاقه بالسياحه اللي هو السياحه الرياضيه وماركتنج زي ما كنت بقول، ويعني وورد اوف ماوث والحاجات دي كلها. ده مقابل ده، تقدر تقول لنا كده لو عندك اي ستاتستكس او حاجه عشان برضو الناس تبقى فاهمه ان الموضوع مش تنظيم وخلاص بيتم على الارض، لا بيبقى في نجاحات اخرى يعني بتحقق مكاسب. لا هو ده مش موجود انه يكون حد يقدر جهه تقدر تطلع تقول ان هو جنت من وراء تنظيم البطوله دي برقم معين، لكن هو بيقدر يقول بيقيسها مثلا بعدد الليالي السياحيه اللي تم اشغالها نتيجة استضافة بطولة كبيرة مثلا او حاجة زي كده. انت من ضمن المقاييس اللي تقدر تقول عليها انت سوقت لعبتك او قدرت انك تظهر الجانب اللي موجود في اللعبة دي وفي ابطالك بشكل عامل ازاي. هو عدة جوانب يعني، ما بتتقاس بجانب مادي فقط، ولكن هو ليها كذا شق تقدر انك تقيس عليه او تجني ثماره من وراء استضافة البطولة دي. اتمنى ان احنا اللي جاي يكون مختلف شوية في التنظيم وفي انت على المستوى التنظيمي كاداريا وككوادر وكتنظيم ارضيه الملاعب البلانتيه والمنشات كل الحاجات دي كل التفاصيل 100% انت مستوفيها على اعلى مستوى. دي دي يعني كل الناس اللي بتبقى موجوده اللي جايه هي بتقول لو انت مثلا سي منظم بطوله دي النسخه وليكن
الرابعه الخامسه السادسه منها كل نسخه بتكون افضل من اللي قبلها. انت بتبدا تشوف تشتغل على انطلاقا بقى من اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، وانطلاقا من حسن استضافه مصر وتنظيمها لفعاليات كبريات البطولات العالميه في الرياضات المختلفه، انطلاقا من الكلام ده، كيف رايت فكره ان مصر تقدمت بطلب لتنظيم مونديال 2036؟ ورجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، ان احنا كنا زمان حاسين ان اي بطوله احنا بصدد تنظيمها، لا احنا قدراتنا يعني اقل من ان احنا ننظمها. احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنتقدم بطلب رسمي لتنظيم فعاليات اولمبياد، دوره اولمبيه بكل تفاصيلها بقى. ده أكيد. يعني كيف رايت هذه الخطوه؟ لا خطوه عملاقه، يعني نقله كبيره جدا في حتى في الفكر، ان انت مجرد انك تاخد خطوه ان انت تقول انا عايز انظم العاب اولمبيه. هو الناس كلها مثلا بتشوف انك تنظم بطوله عالم، وليكن على ذكر ان بطوله العالم لكره القدم خلاص كلها شهر والبطوله تنطلق، بتتكلم على حدث كبير العالم كله بيتكلم عنه طبعا. فما بالك لما يكون عندك ما يوازي بطوله عالم في كل الالعاب طبعا. الالعاب الاولمبيه طبعا. يعني عرس وحدث طبعا. يعني اتمنى ان احنا بس ننجح ان شاء الله. احنا عندنا ما يؤهلنا للاستضافه ده، لكن محتاج كتير من الشغل، يعني محتاج انك تقدر تشتغل على الملف ده بشكل كبير جدا. الراجل توماس باخ لما كان موجود هو كان بيقول انه هو سعيد بتاريخ مصر الكبير، لكن بيتمنى وبيامل في الحاضر اللي يقدر انه يوازي التاريخ التاريخ. هو مش ناسي وعارف دور مصر في انشاء اللجنه الاولمبيه الدوليه عامل ازاي، عارف راح كان سعيد جدا بان هو موجود على ارض مصر اللي تم رفع العلم الاولمبي لاول مره في التاريخ على ارضها. راح زار المتحف الاولمبي، كان مصر على زياره المتحف الاولمبي في اللجنه الاولمبيه، لان هو عارف ان المتحف ده تم انشاؤه او كان سبب من ضمن اسباب انشاؤه. الراحل الدمرداش توني كان الراجل عنده ولع وشغف انه كل اللي كان، انت المفروض اي بطل او اي رئيس بعثه بيشارك في العاب اولمبيه بيبقى كده كده راجع بجيفتس من البطوله، انت بتبقى مديان لك هدايا، الهدايا التذكاريه بتاعت البطوله والشعله فالراجل ده كان عنده انه يقدر انه يعمل متحف انه يجمع فيه كل الادوات وكل الحاجات. في حاجات مش موجوده في اللجنه الاولمبيه الدوليه نفسها، يعني لما تكون دي حاجه موجوده عندك انت على ارضك. احنا للاسف ان احنا في حاجات كتير جدا في ثقافه الناس يجب انها تبدا تتغير. انت لما يكون عندك المتحف الاولمبي ده انت لازم الناس تبقى تكون عارفه اهميه المتحف ده ايه. انا بكلمك في رئيس لجنه اولمبيه، يعني هو الشخصيه الاشهر طبعًا. على مستوى الرياضه على مستوى العالم، ان الراجل يكون عنده اصرار ان يجي يشوف المتحف الاولمبي هنا في مصر، الراجل يكون عنده اصرار وشغف انه يروح ابص على الملاعب اللي موجوده في مدينه مصر الاولمبيه وفي العاصمه الاداريه الجديده، الراجل عايز يشوف بعينه، مش انك تديله ماكيت او تنقله صور. حدث عالمي كبير يعني. احنا استغلنا ده بشكل كبير الفتره اللي فاتت، لكن يجب ان احنا نكمل على اللي احنا بنيناه، ما نرتكنش على ان احنا خلاص. الراجل يعني سعيد ومبسوط وقال ان انا هازر الملف المصري في حاله تقدم بطلب الاستضافه واصراركم على التنظيم. عندنا تحديات اكيد لازم نشتغل عليها الفتره الجايه، لكن في الاخر انت دلوقتي اوريدي لو الاولمبياد بكره تقدر انك لو هتقدم ملف فتقدر انك كبنيه تحتيه رياضيه احنا عندنا مزمور. عندنا القدره دي. طيب بيبقى شق مهم جدا في اي حاجه ليها علاقه بالسياحه او السياحه الرياضيه، وهي العنصر البشري. العنصر البشري انا مع او بجانب فكره هنا ان انا بطور الرياضه عندي، بعمل طفره مختلفه وبعمل بطولات دوليه على ارضي، ان انا لازم يكون عندي برضو حملات توعيه للعنصر البشري، مش بس القائمين على السياحه، كمان اللي هم في الاوتيلات وفي الاماكن السياحيه وغيره، لا كمان المجتمع ككل، بتبقى حملات بقى اعلاميه واتيفر. لان انا دلوقتي لما اجي اعمل كل ده والدوله تعمل كل ده وبعدين يجي هذا الشخص او هذه الجاليه الجهه تيجي عندي وتلاقي من اول ما ينزلوا من المطار مثلا المعامله مش الافضل، مش فريندلي، الناس مش بتتعامل بامانه، الناس بتضايقهم، يعني انا بقول مثلا مش شرط ان ده يكون بيحصل، بس ده هيخلي لي كل الدوله بنيته راح صح يعني صح. فبتبني من زي ما تقول كده ايد بتبني وايد بتهدم، فاحنا مش عايزين ده، مش عايزين ده. فهل في حاجه بجانب كل الشغل اللي بيتم ده عشان اقدر اقول انا في اي وقت هقدر استضيف بطوله العالم ولا الاولمبياد ولا غيره؟ يعني بصي لما بيكون في حدث كبير هو كده كده بيفرض نفسه على الساحه وعلى المسؤولين انه التنظيم بتاعه بيكون في قالب او في شكل معين.
يعني بالذكر احنا كنا مثلا مصر كانت استضافت بطوله العالم للسلاح من حوالي 3 شهور تابعناها برضه. التنظيم بامانه كان يعني بشكل مبهر في كل حاجه، حتى التفاصيل الصغيره، انه الناس نفسها بيبقى في زون للعيبة عشان التدريب وعشان الاحماءات الكلام ده كان معمول على شكل تمبل، على شكل متحف، هو اكنه داخل المتحف، داخل من بوابه متحف وهيخرج من الناحيه الثانيه. فالناس كانت هي نفسها حاسه ان لا انت جايب التفاصيل مختلفه. أوكي. هو ممكن يروح يلعب، فما هو كده كده هو بقى في اريا للعيبه هتتدرب او تتمرن فيها. الجايزه نفسها كان في اختيار ان انت بتختار فن الشكل الجايزه اللي هتديه لصاحب الابطال دول لما بيرجعوا بلدهم، هو بيبقى بالنسبه له الميداليه الذهب دي وعنده زيها ما عندوش مشكله، وكده كده هي دي بتبقى تصنيع اتحاد دولي، فعليها لوجو البطوله من ناحيه، من جانب الجانب الثاني بيبقى عليه الشعار بتاع البطوله والاسم بتاع الاتحاد الدولي. لكن انت هتقدر ايه الطابع اللي انت تخلي بطولتك تنفرد بيه؟ ده حصل من ضمن الحاجات دي، ان هو كان ادوا لهم تمثال او قناع زي قناع توت عنخ امون والملكه اللعيبه. احنا عملنا معاهم لقاءات بعد ما كسبوا وبتاع، الولد ما هو مش مبسوط بالذهب قد ما مبسوط بالماسك نفسه اللي خده. لان هو بطوله يعني الميداليه الذهب يقدر ياخدها في بطوله عالم، في اولمبياد جايه. فاختيار التفاصيل نفسها بيكون طبعًا مهم جدا، ان انت تقدر ازاي مين اللي هيتكلم مع اللعيبه ومين اللي هيكون يعني الامور دي حساسه جدا، لان انت جاي لك صفوه لعيبه العالم في اللعبه دي. فنفس الكلام انت لازم هتكون ليهم معامله خاصه وطريقه حوار خاص، كل الكلام ده بيكون لما بيكون عندك بطوله فعلا بقدر الحدث بيكون. ولما ينزلوا بقى يتمشوا في الشارع ويروحوا الاماكن برضو السياحيه بيكون معاهم جايد، بيكون معاهم جايد وبيقدر. احنا بقى عايزين الموضوع يوصل مرحله ان احنا نبقى شعب اصلا ثقافته سياحيه. ده هو ده حقيقي، شعب ده مطلوب. ثقافته سياحيه. انت بتسافر بلاد، والله يا كريم اكيد انت عارف ده، بتسافر بره بلاد ما عندهاش حاجه، بس انا بروح البلد دي تاني من كتر ما الناس لذيذه، يعني من كتر ما بتتعامل حلو. بس هقول لك على حاجه، المصريين بطبيعتهم ودودين وبيحبوا انهم يكرموا الضيف يتكلموا معاه وكل الكلام ده. لكن هي القصه كلها ان انت ما تقدرش تحكم على العامه كلها او على العوام، ان هو بشكل هو ده اللي مطلوب. ونهاوند بتقول لحضرتك اللي هي بتقوله لك ده، انا عماله ابتسم ليه؟ لان انا شايف انا عندي قناعات مبنيه بالكامل على مشاهدات. مظبوط، شفتها بعينك. يا خبر ابيض يا يعني وهي عماله تتكلم في النقطه دي، انا عمال اعمل فلاش باكات لمواقف كتير شفت فيها بالظبط الاداء اللي هو منفر للسائح مش جاذب ليه. يعني للاسف انت عندك مصطلح زي الخرتيه اللي كان موجود في وقت من الاوقات، ده مصطلح مدمر للسياحه، والناس اللي معنيه بالشان السياحي عارفين انا بتكلم على ايه. فطبعا النقطه اللي بتتكلم فيها نهاوند في منتهى الاهميه، وفعلا من اول ما يحطوا رجلهم في المطار لغايه لما يرجعوا تاني يعني يسافروا على بلدهم، كل دي امور من شانها ان احنا لا محتاجين نشتغل عليها كمان وننجح اكتر واكتر من اللي حاصل. لا لا ده حقيقي، ده مطلوب كده كده، نقل الثقافه للناس ان انت تقدر تتعامل مع انت الناس دي، مش جاي لك عشان خاطر هم جايين يستمتعوا بوقتهم، في نفس الوقت هو جاي لك حاسس بفخر كبير جدا ان هو موجود على ارضك طبعا. فانت في نفس الوقت يعني اكفل له ان هو يبقى كملها على خير. يعني كمل المنظر، كملها لنا على خير يا عم. كمل المنظر يعني كمل انت حجر من ضمن الاحجار اللي بيتبني عليها الصوره الذهنيه نفسها. انت هتستفيد من اي سياحه واي عمله بتدخل، انت هتستفيد. فيعني على كل حال ان شاء الله خير. انا بس حابب طبعا قبل ما نكمل بقى بقيه كلامنا، لو في محاور ثانيه نتكلم عليها يعني اتفضل. لازم اكيد اتمنى التوفيق لفريق كره اليد النهارده قدام نادي مدر السعودي. يعني حدث كبير ان احنا الاهلي، مشاركه الاهلي في بطوله العالم لكره اليد. اتمنى كمان ان احنا يبدا تكون يعني تجديد بقى للفكر، وشويه ان فرقه الهاندبول في الاهلي تبدا انها تفرح جمهورها شويه، لان الفتره اللي فاتت النتائج ما كانتش على افضل حال. لكن هم قادرين ان شاء الله على ان هم يعدوا المحنه اللي موجوده،
بالاضافه ان كمان التعاقد مع ديفيد ديفيز بعد بطوله العالم اعتقد انه هيعمل طفره في اداء الفريق ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله. واحنا بالفعل عندنا لسه بحاول كتير، بس يعني للاسف بقى هنضطر ناجلها للقاء تالي ان شاء الله مع حضرتك تيجي تصورنا. سعدت ان انا كنت موجود معاكم. ربنا يخليك يا فندم. اشكرك جدا يا مسيو بجد، وكانت قراءه سريعه بس كانت مهمه، ونتمنى من خلال الفقره دي ان احنا نختم نقول يا ريت يا ريت يبقى في يعني تنسيق ما بين الاتحادات والابطال ووزاره الشباب والرياضه علشان ان شاء الله اولمبياد باريس وبارالمبياد باريس 2024. مش عايزين بقى نيجي نقول واحنا ليه ما حصدناش ميداليات كتير ذهبيه او غيره، احنا من دلوقتي بنبني بنحاول اي صعوبات ان هي تتحلل اي ابطال. طبعا موضوع البادجت ده مهم وفي عقبه في بعض الاتحادات، لكن نتمنى سرعه التدخل من وزاره الشباب والرياضه. لو في ابطال فعلا هنخسرهم لو ما حصل لهمش الدعم المادي بعد كده عشان يمثلونا في بارالمبياد واولمبياد باريس. شكرا ليك يا مسيو. نروح فاصل وبعد كده هنرجع عشان سؤال السوشيال ميديا كنا سالناه لحضراتكم، بس خلاص ما فيش وقت بقى حد يبعت تاني دلوقتي، هنرجع نشوف بقى اللي اتبعت والرسائل اللي حضراتكم واجهينها للفريق بعد الفاصل. ان شاء الله الاهلي يعود لمنصات التتويج وفي كل البطولات. ان شاء الله السنه تبقى احسن كده، اللعيبه تركز وهيبقى في فتره راحه في كاس العالم واللعيبه بتاخد وقتها كده، وان شاء الله يرجعوا احسن يعني. شد حيلكم واحنا متوقعين منكم المزيد، دايما رجاله بتبقوا رجاله في الملعب زي ما عودتونا، وروح الفانيلا الحمراء دايما يعني هي بتبقى الدافع لينا، واحنا كجمهور دايما بنبقى في ظهركم. مش متعودين ان الدوري يطلع بره النادي الاهلي، فبنتمنى ان شاء الله يكون الدوري، وهي بدايه حلوه ان هم بادئين بافريقيا ونازلين زي الفل الحمد لله. الاهلي كده رجع تاني ان شاء الله، كده يبقى موسم موفق باذن الله، يعني يكون على قد المسؤوليه ان شاء الله. يعني زي ما اللعيبه بتعاهدنا دايما ان شاء الله يبداوا بدايه حماسيه، وان شاء الله يكون عندهم العزيمه والاصرار ان شاء الله يلعبوا على البطوله من اول يوم بدون اي تفريط في اي نقطه. ان شاء الله النادي الاهلي قد قدود، ان شاء الله النادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا والدوري والسوبر اللي جاي ان شاء الله. احنا بنناشد لعيبه النادي الاهلي ان هم الموسم ده يكون كل البطولات ان شاء الله داخل النادي الاهلي، وبنشكر مجلس الاداره على الدعم مع اللعيبه الجديده، تيم جديد وفريق جديد ومدرب جديد، واحنا مش متعودين نشوف النادي الاهلي ما ياخدش الدوري. فجود لك نيكست يير. بقول لهم يعني انتوا رجاله وقد المسؤوليه وقد روح الفانيلا الحمراء، والنادي الاهلي مش اي نادي، والناس تعتز ان هي تبقى في النادي الاهلي. اعتقد باذن الله باذن الله ان شاء الله يعني الفريق هيعمل حاجه كويسه ان شاء الله، تشرف في النادي الاهلي ويرجع لمستواه ان شاء الله باذن الله، والحصول على البطولات ان شاء الله المحليه والقاريه ان شاء الله باذن الله. حضراتكم سمعتوا بنفسكم يعني في كده لغه تفاؤل في او عند جماهير النادي الاهلي ان شاء الله تطبق او تترجم بقى على الارض. بس انا عاجبني جدا الروح المعنويه الموجوده، الدعم لازم يكون موجود من اللحظه دي، ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا كده روح انهزاميه. طبعا في ناس تحدثت عن ان احنا مش واخدين على خساره الدوري يعني سنتين ورا بعض، كنا بنقول لحضراتكم بلغه الارقام ده حصل من 20 سنه يعني قديم جدا هذا الموضوع. ف وده برده حق مشروع ان الجماهير بتاعتك يا كريم تطالبك بالبطولات اللي راحت منك، ليه مش متعودين على كل حال ان هي تروح. نبدا على كل حال بقى نشوف كمان الناس او الرسائل اللي بعتوا لنا على السؤال اللي احنا طرحناه لحضراتكم، الرساله الموجهه من الجماهير للنادي الاهلي مع بدايه الموسم الجديد. نبدا بمحمد هشام بيقول رجوله في الملعب بلا تهاون او رحمه لاي فريق، محتاجين رد قوي على السنه الماضيه والنتائج كبيره على جميع المنافسين. وانا اتفق معاه بصراحه. اكرامي المصري الدوري يا اهلي. احمد مازن بيقول عايزين 11 راجل في الملعب، واحمد عبد الحفيظ بيقول على بركه الله العبوا بحماس لاخر ثانيه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. عمر احمد بالتوفيق لكم وانتم لعيبه كبار ولكن بالعزيمه. وكريم السيد اتمنى كل التوفيق لنادينا الحبيب في كل البطولات ان شاء الله نفوز بكل البطولات. اهو بص بقى مطالب بكل البطولات مش دوري بس، وكل التوفيق للعيبه والجهاز الفني والاداري، يكون موسم مليء بالبطولات ان شاء الله يا رب. محمد الروبي بيقول العب بروح الاهلي، وحامد ابراهيم بيقول بالتوفيق ان شاء الله للاهلي.
سلطان، لا ده سلطان مين؟ صفى الله عبد الفتاح رضا سلطان. عدم التفريط في اخذ الحق والوقوف ضد كل فاسد فاشل. تحس كده في رسائل ضمنيه عند سيفا. احمد محمد، اتمنى الفوز بكل البطولات وروح اللاعبين هو السر بالفوز. حسن عماره، اتمنى الالتزام القوه والعزيمه من ابطال الاهلي. هشيمة صالح قالت ايه بقى؟ قالت نلعب برجوله، نلعب على المكسب، انتوا بتلعبوا في اعظم نادي في الكون، اتقوا الله. طب كمل كده. احمد رمضان بيقول بالتوفيق ان شاء الله لنادي قرن، اعظم نادي في الكون، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله الدوري في الجزيره من تاني ونحقق العلامه الكامله. وابراهيم الشربيني بيقول بالتوفيق ان شاء الله لنادي القرن، اعظم نادي في الكون. محمد السيد، الدوري يا اهلي، كله بيطالب بالدوري طبعا. من نطلع امين، عايزين الدوري يرجع بيته تاني. شفت يعني مين اللي التركيز على بطوله الدوري طبعًا. برضو زي ما كنا بنقول طبعًا. البطوله الاقرب لجماهير النادي الاهلي. عيد ابو علي، لعيبه رجاله، لعيبه رجاله، وان شاء الله بدايه موفقه لاعظم نادي في الكون. هنرجع نقول تاني البدايه هتبقى مهمه جدا يا كريم، ان هي تبقى ضربه بدايه زي افريقيا، تبقى كمان محليا ضربه بدايه قويه. ان شاء الله هنتكلم في ده بكره بالتفصيل طبعا باذن الله. حسام الزناتي بيقول ستظل انت الاعظم في التاريخ يا اهلي، على الحلوه والمره معاك. حسن خالد الكاشف بيقول بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله الدوري في الجزيره من تاني، ونحقق العلامه الكامله في كل البطولات. ومحمود علي بيقول الاهلي تاريخ، ومن اراد ان يكتب اسمه فليتفضل. اخيرا حسن عبد الكريم، بس عاوز قناه الاهلي تذيع ماتشات الاهلي في الدوري حصري على القناه، قول ان شاء الله. ايوب جرجس، ماتش الاسماعيلي يا رجاله بدايه الموسم، موفق ان شاء الله باذن الله. وميدو فتحي، بالتوفيق ان شاء الله، املنا فيكم كبير، وربنا يتمم شفاء الاسطوره بيبو باذن الله. برضو يعني رسائل كتيره جدا طبعا، مش هنقدر لان رسائل جماهير النادي الاهلي عمرها ما بتنتهي. لكن على كل حال بنشكر كل الناس اللي بعتت لنا، وكده الحلقه خلصت يا كريم. نشوفكم بكره بقى. كمان نشكركم على حسن متابعتكم لينا، وان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الله. الى اللقاء، مع السلامه.